بالنسبة للنقلية، إذا هو شرح هوسلي قال لك بين أن جي تي أن دومي تكتب بالعلاقة جي زيرو زائد جي فينال مقسومة على إي. بون، كما فهمتكم يا جماعة الخير، هنا واش لازم نديرو؟ تحكمو جي تي أن دومي وتحكمو جي فينال. علاش نحكمو هذه ونحكمو هذه؟ هذا سؤال. علاش ما نديوش جي زيرو؟ نختارو جي تي أن دومي وجي فينال. كان اللي عنده جواب ولا نجاوبكم؟ نجاوبكم؟ إذا راح نجاوب. بون، هاد جي تي ان دومي، جي تي ان دومي راح تكتب بدلالة اكس تي ان دومي، وجي فينال راح تكتب بدلالة اكس فينال. وانا على بالي العلاقه ما بين اكس فينال واكس تي ان دومي، على بالي بلي 2 اكس تي ان دومي تساوي اكس فينال، او اكس فينال يساوي او اكس تي ان دومي يساوي اكس فينال على 2. عليها راك تلاحظوا بلي هذه العلاقه هذه لا تحتوي على اكس فينال ولا على اكس تي ان دومي، لانني اختزلتهم. فهمتوا الفكره؟ اذا انتم دائما كي تكونوا في هذا النوع دائما اكتبوا هذه بدلاله اكس تي ان دومي وهذه بدلاله اكس فينال، وعندكم العلاقه الثالثه اللي هي اكس فينال تساوي 2 اكس تي ان دومي، وتخلصوا لي من اكس كامل. نخدموا جي تي ان دومي، واش هي؟ جرى عاطيني العلاقه بها، هي نخدم بهذه العلاقه هذه، هي جي زيرو زائد ك على في توتال. بون، هذه اللي بين قوسين يا جماعه الخير راح نبدا نسميها لومدا، ما نقولش نكتب فيها كامل. هودنا واش قصدك؟ ما كنتش تشوفوا الشاشه ولا ما كنتش تشوفوا التمرين؟ ايه عاودنا، واش نعاود؟ واش نعاود اكزاكت؟ مازال حقيقه مازال ما قلت حاجه. اه دخلتي بالك هذا وين؟ شوف، هو قال لك السؤال، أو قال لك اكتب ناقلية جي تي عند زمن نصف التفاعل بالعلاقة هذه، جي تي ان دومي تساوي جي زيرو زائد جي فينال على 2. أنا واش قلت لكم؟ دائما يكون عندي منحنى أي شيء بدلالة تي، باه نعرف باش نقدر نستخرج تي ان دومي لازم ندير إسقاط لهذيك القيمة تاعي عند تي ان دومي، واش هي؟ دائما المجموع نتاع في الحالة الابتدائية زائد الحالة النهائية مقسومة على 2. كيفاش نبينوها؟ كيفاه نبينو هذه العلاقة بالنسبة لأي شيء، سواء الناقلية، سواء الناقلية النوعية، سواء تركيز، سواء كمية مادة، سواء حجم، أنتم ماكش مطالبين هذا العام، سواء كتلة، ما يهمنيش أنا أي شيء واش يكون عندي نقدر نبينه. إذا واش قلت لكم؟ دائما أنتم ركزوا على جي تي أن دومي، عفوا على تي أن دومي وفينال. علاش؟ لان هذه نقدر نكتبوها في عند اللحظه اكس تي ان دومي، وفي لا نقدر نكتبوها بدلاله اكس فينال، وانا نعرف العلاقه ما بين اكس فينال واكس ان. هذه هي لاستيس تاع نوع من الاسئله. انتم هذا واش لازم تحفظوا؟ ما تحفظوش كيفاه جات كامل، حفظوا غير الطريقه اللي نتبعها. صحيح؟ اذا كما قلت لكم راح نسمي هذيك بين قوسين لوندا باش ما نقعدش نكتبها كامل، نضربوها في اكس، بما ان هنا تي ان دومي لازم تهدي نسميوها تي ان دومي. نفس المبدا قلت لكم نكتبوا عند فينال، هي جي زيرو زائد كا على في توتال، هذيك اللي بين قوسين نسميوها لوندا باش ما نقعدش نكتبوا كامل، اكس فينال. هاي العلاقه رقم واحد، العلاقه رقم اثنان، والعلاقه رقم ثلاثه نعرفوها اللي هي اكس فينال يساوي 2 اكس تي ان. هذه هي لاسيس تاعكم. الان تبقى قضيه رياضيات. شوفوا يا جماعه الخير، اول شيء راح نعوض هذيك اكس فينال بما يناسبها، إذا راح نمحيها غير هنا مباشرة. إكس فينال ما هي إلا 2 إكس تي أن دومي. الآن واش لازمني ندير؟ لازمني نتخلص من هذا إكس تي أن دومي، وكان نقارنو، لاحظوا معايا هنا كاين كا على في توتال، هنا كاين كا على في توتال، لوندا لوندا، هنا كاين 2 زائد 2 هنا ما كانش، إذا واش راح ندير؟ هذه راح نضربها في ناقص 2. نعكس لهم الإشارة باش كي نجمع طرف إلى طرف تجيني سهل. إذا واش راح تولي لكم؟ ناقص 2 في جي أن دومي، هاي ناقص 2 جي تي أن دومي تساوي ناقص 2 جي زيرو،
ناقص 2 ك على في توتال لندا اكس تي ان دومي. والعلاقه الثانيه راح تعود كيما راها، جي في هنا جي 0 زائد ك على في توتال لندا 2 اكس تي ان دومي. الان واش ندير؟ نجمع هاد العلاقتين، واش غتعطيكم؟ ناقص 2 جي تي ان دومي زائد جي في نال، واش تساوي؟ ناقص 2 جي 0 زائد جي 0 هي ناقص جي 0. اما هذه راح تختزل مع هذه لانهما متساويتان ومتعاكستان في الاشاره. الان واش راح ندير؟ لاحظوا معي هنا عندي ناقص ناقص، ممكن نضربوا في ناقص باش نخليوها غير جهه، كل واحد يخدم كما يحب، يساوي جي 0. الان واش ندير؟ هذه جي 0 نديوها للطرف الاخر، تولي لكم 2 جي تي ان دومي تساوي جي 0 زائد جي في هنا، باش نتخلص من هاد 2 يعني نقسم على 2 وهذا ما طلب. واضح يا جماعة الخير؟ الآن جي 0 من الجدول ها هي جي 0، جي في نال ها هي، نجمعهم نقسمهم على 2 ونديروا الإسقاط في البيان تاعين تحصلوا على تي ان دو. نورمالمون واضحة. ننتقلوا لهذا التمرين. ولا عييتوا؟ دوك تشوف دوك هاي عاوك علاقة ام تي ان دومي، دوك تشوف غادي نتبعو نفس الطريقة. خي كي نعقل على لاستيس يخي قلت لكم نفهمو لاستيس هذا مكان، من بعد كيفاه جي راح نروح هاجي، المهم انا نعقل كيفاش نتمشى هذا مكان. إذا واش قال لي نريد إجراء متابعة زمنية لتحول كيميائي بين الألمنيوم، هاي اللي كان عندها مشكل في سي أن سي دو صحيح، لأن دوك عندي جسم صلب مع حمض الكلور، حمض كلور الماء الذي ينمدج بتفاعل كيميائي تام، عطاني الآخر. نضع في حوجلة قطعة من الألمنيوم أقل كتلتها أم زيرو مملغة، شاهدي عطاك نصغر الآخر ما نديش نشوف صح على كل، ثم نضيف إليها في لحظات تساوي 6 حجما في تساوي 10 مللتر من محلول حمض كلور الماء تركيزه الموليسي. لمتابعة تطور تفاعل الكيميائي عند درجة حرارة ثابتة وضغط ثابت، نسجل في كل لحظتين حجم غاز الهيدروجين المنطلق، ثم نستنتج كتلة الألمنيوم المتبقية وندون النتائج في الجدول التالي. إذا باش هذه أنتم ما كنتوش دايرين بها، حابين نديرو كابتشر هنا، ها اللي يحب يدير كابتشر سمعت شو سي بون صح، انا عندي لكم كابتشر بعد اللي يحب الكابتشر، ولا نقد نرجع انا لهذا يعني اللي يحتاج من بعد، ولا يقول لي يعني تقعد اوريجستري عندي الحل، اللي يحب ولا يقول لي ندير لها كابتشر من عندي ونبعثها صح. اذا صح على كل، واحد المره واحد مانيش عارف واش راه هنا ولا لا سقساني كيفاش نتابعوا تغيرات كتله احد المتفاعلات، هنايا كانت طريقه عن طريق مثلا هنا التفاعل هذا عن طريق قياس الحجم، حجم تاع الغاز الهيدروجين المنطلق، انطلاقا من الحجم نقدر نستخرج الكتله ام هذه، يعني تعطاكم مباشره ام يعني ما كانش بي يعني ما كانش الحس تاع بي. كما قلت لكم هاد التمارين فاش نكرههم في هذه، ارسم على ورق مليمتر دائما يا جماعه الخير، كي تكونوا ترسموا ماذا بكم تولفوا رواحكم ترسموا من دركا وتعلموا شويه تخفوا ما ديش وقتكم في الرسم، وبالمناسبه هما يعطيكم ورق مليمتر.
من بعد وش قال لك؟ حدد المتفاعل المحيط. إذا كي راح ندير المتفاعل المحيط؟ وش لازم ندير؟ شوف اكس ماينس بصح ما عنديش، عندي فقط نسميوها ان زيرو اللي هي تاع الالومنيوم، هاي كمية مادة الالومنيوم، هاي ام زيرو على ام زيرو شحال عطاهاني؟ ما عطانيش، ولا هاي نقدر نستخرجوها من بعيان 405 مقسومة على الالومنيوم شحال 17 ولا شحال ما عارفين هنايا كيف 27 27 هذا كان دليل ايه تقولي سير ايه عارف السؤال بقى اثنين بقى ناس سيما نقدروش ايه صح راه ما عطيها انا اصلا لا سامحوني على كل حال من كي تكون هكا كتاب صغير ما نشوفش منه صح الآن انطلاقا من الجدول من الرسم لاحظوا معي المنحنى ثبت ولا ما ثبتش وي أستاذ ثبت وراه ثبت لي ثبت هنا يعني. لاحظوا معي القيمة هذه 162 1.62 راها ثابتة إذا خلاصة القول أن الألمنيوم ليس بمتفاعل محيط لأن القيمة نتاعه النهائية تختلف عن الصفر لازم الكتلة النهائية أم فينا لازم تساوي الصفر باش نقدر نقول أنه متفاعل محيط إذن ببساطة شكون هو المتفاعل المحيط؟ عندك أشتروا أو بليس هكذا صحيح؟ أنشئ جدول تقدم التفاعل ماشي نكسر راسي بجدول التقدم من بعد با واحسب كمية المادة الابتدائية ان زيرو الومنيوم وان زيرو اتش 2 او بليس للمتفاعل ثم استنتج تركيز المولي سي لمحلول حمض كلور الماء اذا راح نبداو بان زيرو الومنيوم هذيك سهلة ممكن تحسبوها يا جماعة الخير يا اخي قلنا الابتدائيه نجيبوها من الجدول عند لحظه تساوي الصفر اللي هي 4.05 دائما ركزوا في الوحده بما انها غرام يعني ماش نكسر راسي وام كبيره يعني الكتله الموليه 27 شحال تعطينا هذه؟ 0.15 مول 0.15 واش؟ مول ايوه كي نقول 0.15 يعني ما درت والو صح الآن كيف نستخرجوا ان زيرو اش 3 او بلس ها هنا هي اللي سقساتني قبيلة على التمرين كيف نستخرجوا يا جماعة الخير هاي كيفاش؟ بما انه متفاعل محيط نديرو ان صفر ناقص تي اكس ناقص تساوي صفر يعني ان زيرو بصح لاحظ معايا شنو اش 3 او بليس عدد ستوكيومتري تاع شحال 6 يعني ما تنساش يعني ناقص 6 اكس ماكس يا انت هاكا الفكره تاعك ياو اكس ماكس من جيبوها نحسن بعد نحسن فترك صحيح راك فترك صحيح الان بقي لنا اكس ماكس من جيبوها من البيان اكس ماكس مين من البيان كيف من البيان مثلا البيان عندك علاقه بين اكس فينال و من البيان نخرجوا علاقه بين ان فينال ايوه إذا واش راح ندير؟ شوفوا يا جماعة الخير. ها هذيك هي الفكرة. حنا البيان تاعنا راح يخرج بهذا الشكل هذا. هاي هذه أم زيرو وهذه هنايا أم فينا أكيد أم تاع ألمنيوم. إذا واش راح نشوف؟
أول شيء بما أن التفاعل تم فإن X final هي نفسها X max. هكذا روح نحوس على بما أن ألمنيوم راح نحوس على N ألمنيوم يعني N final ألمنيوم انطلاقا من جدول التقدم واش تساوي هي N0 ألمنيوم ناقص شحال؟ 2 X final X final ولا X max كيف كيف يحسبهم بما أن التفاعل تم ها صح؟ الآن نستخرج منا إكس ماكس اثنان إكس ماكس واش تساوي نخليو هذيك أن زيرو هذيك يدينا على الطرف الآخر ولا تكون اثنين إكس ماكس وهذيك نديوها نرجعو على الطرف الآخر تولي يكون ناقص أن فينار ألمنيوم إذا نقسمو على إكس ماكس نقسمو أن زيرو ألمنيوم ناقص ان فينال ألمنيوم مقسوم على 2 يا اخي ان 0 واش هي هي ام 0 على ام كبيره وام ان فينال واش هي ام فينال على ام اذا نقدروا نخرجوا ام كعامل مشترك اذا راح تعطيكم على الشكل ام 0 ناقص ام فينال مقسوم على 2 ام هذه هي اكس ماكس ام 0 انطلاقا من البيان هي 405 ان فينال هي الحالة النهائية اللي هي 61 مقسومة على 2 في 27 نعطيوني النتيجة هذه شحال عطاتكم اكس ماكس 4.5 في 10 قوة ناقص 2 مول يعني 0.045 مول هكذا هكذا يعني ايه هكذا بون تقارنوا بما ان ان زيرو ألمنيوم 0.15 يا اخي نورمال 0.15 هذيك كنقسموها على 6 شحال تعطيك؟ نورمال لازم تكون اكبر 0.15 على 6 خلاصة القول على 2 عفوا مش على سايز بون فهمنا الان اكس ماكس كيفاش خرجناها فهمنا ولا نكملوا ولا نحبسوا ولا ذا بيكم تقولوا لي يعني قصدي كي نحبسوا نكملوا استاذ لا لا قصدي كي قلت لكم نحبسوا بمعنى اللي ما فهمش حاجه نعاودوها مش قضيه كملوا صح كلش واضح الان اكس ماكس الان راح نخرج ان 0 اش 3 او بلس ما هي الا 6 في اكس ماكس 0.045 اذا هذه كنحسبوها شحال تعطيك 45.6 شحال 27 من بس 7 قاعد هكذا اوكي اوكي دائما اجمعوا الفور وحكم الوحده دائما تطبيق عددي النتيجه كيما هكذا وفي الاخير ديروا اكتبوا هذه تساوي النتيجه نتاعكم بالوحده في اطار هكذا باش كي تكون تشوفوا كيما فهمتكم كي تشوف الورقه تاعك تعرف النتائج اللي تحتاجها الآن ببساطة جماعة تقدروا تخرجوا سي سي واش هو ما هو إلا أن زيرو مقسومة على في يعني زيرو فانت ست مقسومة على 100 هكذا أيوة في 100 ما نساش في 10 أس ناقص 3 راح تعطيكم 270 على 100 2.7 مول على اللتر في هكذا الحمد لله يجي التركيز تاعها قوي ياك صح السؤال الثالث واش قلت لكم ندير يعني بين ان كتله الالومنيوم متبقيه في لحظه تي ان دومي يعني زمن نسبه التفاعل تعطى بالعباره ام تي ان دومي تساوي ان زيرو بلس ان فينال على 2 قلنا احنا باش رانا انتريسي ام تي ان دومي ام فينال لازم نكتبوا العلاقتين احنا ديجا رانا كاتبينها هذه نقدروا يم هذه العلاقة هذه نقسموا على ان كي نقسم ولا نديروا ان في لحظة تي ان ألمنيوم في لحظة تي وش هي ان على ان هكذا تساوي ان زيرو ألمنيوم ما هي الا ان صغيرة على ان ناقص 2 اكس لانه في لحظة تي اذا ان
في لحظتي وش تساوي ان زيرو؟ هذه كامل ضربوها لي في ان ناقص 2 اكس. انتم كي تكتبوها هكذا في لحظتي، الان نقدر نكتبها في لحظتي ان دومي. ونقدر نكتبها في لحظة نهائية. يا اخي دوكا واش قلت لكم ندير بلس اكس تي ان دومي نكتبو 2 اكس تي ان دومي، يعني بلس اكس فينال نكتبو 2 اكس تي ان دومي. اللي عندها كام تاع محلوله ما تساويش على الكام تاعكم. اذا هنا مباشره راح ندير 4 ردها على شكل 4، اذا ناقص 4 ام اكس تي ان. واش نعاود يا اخو كما يقول صحاب الجي؟ ما فهمتوش، يقولوا لي هنايا واش الحاجه اللي ما فهمتوش؟ زعما كيفاش خرجت هذيك ان تي تساوي ان زيرو ناقص؟ شوف هي، شوف ببساطه الام هذاك وين راح نلقاه؟ نلقاه يا اخي في الالومنيوم ياك. احنا ماناش دايرين جدول تقدم ماشي مشكل، ولكن مشي المعادله مباشره. ها هي المعادله يا اخي، هذا هو الالومنيوم، اثنين الومنيوم. اذا في الحاله الانتقاليه ولا الحاله الوسطيه كميه الماده نتاعها واش تولي تساوي يعني ان تي في يعني ان الومنيوم في لحظتي واش هي؟ ما هي الا ان زيرو ناقص، بما ان العدد ستوكيوميتري 2 يعني 2 اكس هكذا. الان بما ان الالومنيوم جسم صلب يعني كميه الماده نتاعها راح تولي تساوي ام تي على ام كبيره، وان زيرو راح تولي لك ام زيرو على ام ناقص 2 اكس. انا نحتاج ام تي وام زيرو يا اخي، قلت لكم هذه راح نضربها في ام باش تختزل هنا تختزل هنا وراح تضرب هنايا في ام. اذا في الاخير راح نتحصلوا على ام تي تساوي ام زيرو ناقص 2 ام في اكس، اللي هي هذه العلاقه هذه. من بعد واش درت؟ عوضت في تي ان دومي يعني اكس تي ان دومي، وعوضت في فينال اللي هي اكس فينال، واكس فينال عوضتها ب 2 اكس تي ان دومي. 2 اكس تي ان دومي كان ضربوها في 2 راح تعطيك 4. من بعد يا اخي فهمتكم واش نديرو؟ تشوفوا اصغر عدد هنا اللي هو 2، وهنا خصني 4، اذا لازم نضرب في 2 ونعكس الاشاره ناقص ناقص، اذا لازم حتى نضرب في ناقص. اذا واش حتولي لكم ناقص 2 ام تي ان دومي ناقص 2 ام 0 زائد 4 ام اكس تي ان دومي. شوفوا هذه سيبو كي عكستها نقدر نختزلها مع بعضيات. واش راح تعطيكم؟ تعطيكم ان فينال ناقص 2 ام تي ان دومي تساوي ناقص 2 ام 0 زائد ام 0 هاي ناقص ام 0. كما تفهمنا ممكن هنايا نضربوا في ناقص، نضربوا في ناقص هنا تولي هنا زائد وتولي هنا زائد هذا. اذا ناقص ام فينا نديوها للطرف الاخر راح تولي لكم 2 ام تي ان دومي تساوي ام 0 زائد ام فينا، ونقسموها على 2 حتى نتخلص من هذه 2 هذه. ببساطة يا جماعة الخير، واضحة؟ هو اللي يحب يدير كابتشر، أنا غادي نحل. بون أنا مانيش نحب بيسك هذه الحصة التالية، مانيش نحب نعطيكم لي زاستيس كيفاش تحسبوهم، وقضية التعويضات هذيك راه تبقى لكم. أنا باقي 10 دقائق باش نختموا على السريع هذا الفكرة الأخيرة. بين أن عبارة السرعة الحجمية للتفاعل، بلا ما نشوف يا جماعة الخير هذه العلاقة، قال لك يقول لك أعطي علاقات السرعة الحجمية للتفاعل، فما يعطيك أنت مباشرة السرعة الحجمية للتفاعل. إذا في فوليميك واش تساوي؟ واحد على في توتال دي إكس على دي تي. يا أخي تفاهمنا هذه القيمة عند اللحظة تي واش تمثل؟ تمثل ميل المماس للمنحني اكس بدالة تي عند لحظة معطاة. المشكل واش عندي انا؟ المشكل عندي انا المنحنى تاع ام الومنيوم ماشي تاع اكس. اذا واش قلنا؟ قلنا نروح نكسب علاقة تاع ام بدالة اكس، وديجا رانا شايفينها من قبل ما نعاودوش نفوتوا فيها. ام تي تساوي ام 0
ناقص 2 ام اكس. نشتق الاطراف لدلاله الزمن. عندي واحد الملاحظه يا جماعه الخير، يا اخي في الرياضيات نكتبوا كما هكذا مشتقه، نرمزوا لها بالخط. في الرياضيات الخط هذا متعلق بي اكس، يعني هذه المشتقه نقدر نكتبوها من الشكل هذه دي اكس، يعني هذا الخط معناتها انها الاشتقاق بالنسبه للاكس. اما في الفيزياء مثلا دي اكس على دي تي ما نكتبوهاش بهذا الشكل، لا الفيزياء تولي هاكا من بعد ها. دائما مشتقه بدلاله الزمن نرمزوا لها هكا بنقطه من فوق، كتشوفوا هكا اكس نقطه يعني عرفوا بلي اكس راه مشتقه بدلاله الزمن. غادي تخليها للمستقبل، يعني نشوف بعض الاساتذه يديروا خط وهذا مش صح. على كل اذا دي ان تي هذه كانت على السريع، هذه عدد ثابت يعطيكم صفر، وهنايا ناقص 2 ام عباره عن عدد ثابت راح نخرجوه، واش بقى لكم دي اكس على دي تي. انا نحتاج دي اكس على دي تي، صحيح دي ام تي على دي تي. هنا فاش راه مضروبه، راه مضروبه في ناقص 2 ام، اذا كي نديها للطرف الاخر لازم نقسم على ناقص 2 ام. ها ببساطه هنا نضربها في واحد على في توتال، وهنا كذلك نضربها في واحد على في توتال، وهذه هي في فوليميك. وكان تلاحظوا ها هو عطاها لي هنايا بلا ما نشوف، ها وفقط راه نسميه في كبيرة ما نسميهاش في توتال. هذا ما كان حساب القيمة نتاعها عند 3 مينيت، تروحوا عند 3 مينيت تحسبوا الميل، تدوا نقطتين من هذاك الميل هذاك، وتحسبوا التغيرات تاع يعني الميل هذاك، ونعوضوه هنايا. صحيح واضحة يا جماعة الخير؟ أمام المتابعة الزمنية ما عندكمش إشكال فيها، ماذا بكم هاد التمارين نزيدوا تعودوا لهم هكذا باش تعرف. السؤال يا اخي كاع راكم داخلين في جروب تاع التليجرام،